غير حلو. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم الحل بين يديك. وبغيت الحل مع الأستاذ سعيد النووي، أستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول، محامي بهيئة الدار البيضاء، مقبول لدى محكمة النقد. مرحبا بك سيدي سعيد. شكرا على السكينة. على خير. الحمد لله. الحمد لله وشكرا لله. إذا أستاذ سعيد غنواصل الحديث عن الطلاق. نعم. موضوع غير محبب اجتماعيا ولكن حاضر قانونيا واجتماعيا ايضا. انا عندي موقف وقيله مخالف لكلام السكينه. الطلاق هو ايه من ايات الله سبحانه وتعالى وذكرت القران، وحتى انه النبي عليه الصلاه والسلام يعني الجميع يعني ماشي انبياء رسل ملوك الى غير ذلك من شخصيات معينه عامه الى غير ذلك، فهذا امر طبيعي جدا من اللي كيكونش واحد توافق بين الطرفين فانهم خصهم كيتفارقوا. ايوا سيدي العفو لي واش نمو الانواع. نعم. اذا الاستاذ سعيد بزاف الناس ملي كنتكلموا على الطلاق حاليا. نعم. من بعد المدونه ومن بعد تعديلات المدونه. نعم. اللي للاسف تبعوا بزاف ديال الشائعات، كل واحد كيفاش رسمها على مزاجه كما كنقولوا. نعم. اذا الناس كيعرفوا حاجه وحده، هو انه كاين طلاق شقاق. نعم. اللي عنده شقاق كيمشي وكيخصو يدو يبرر قدام المحكمه. نعم. بانه راه عنده ضرر معين، وهذا هو نوع الطلاق اللي كاين اولا اللي كيتبعوه الناس. نعم. بخلاف انه كاين انواع كثيره. نعم. من الطلاق اللي كتوافق كلا والحاله ديالو اولا الظروف المحيطه بالمساله، يعني اللي يمكن انه يمشي فيها القانون. فشنو هي هذه الانواع ديال الطلاق اللي كاينه؟ بالفعل هو في حقه كاين جوج ديال الانواع ديال الطلاق، كاين الطلاق الرجعي وكاين الطلاق البائن. الطلاق الرجعي بطبيعة الحال هو الذي يوقعه الزوج بطبيعة الحال، أنه يبقى له الحق في إرجاع الزوجة دياله داخل العدة، غنتكلموا عليها. والطلاق البائن كذلك ينقسم إلى قسمين، بمعنى أنه كاين طلاق بائن بينونة صغرى، بمعنى أنه الزوج عندما يطلق زوجته وتستوفي العدة خرجت من العدة ديالها، هنا كتسمى يعني بينونة صغيرة أو يعني صغرى. وهنا الزوج إلا بغى يقوم بالإرجاع ديال الزوجة خصو يعاود يعقد عليها من جديد ويقوم بالمراسيم كلها ديال الزواج كأنه يتزوج من وحدة أجنبية بين قوسين غير يتزوج بها. وكاين يعني عندي الطلاق اللي هو بائن بينونة كبرى، بمعنى أنه ملي كيكمل الزوج ثلاث طلقات ديالو، فيعني كاين يعني الله عز وجل يقول فإمساك بمعروف أو تحسروا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسرح بإحسان، معنى أنه ثالثة كيتلقى ما عندناش تحرم عليه، أصبح محرم، ماشي فقط أني يعني طلاق يعني اللي غادي يعطيه مثلا الحق في أنه يتزوج بأجنبية أخرى، ولكن تصبح من المحرمات عليه لأنه ضروري من أنها تتزوج برجل آخر بدون نية الطلاق بطبيعة الحال، لأنه كيكون زواج صحيح. ولكن لو هذا ملعون في ملعون يعني للأسف المحلل بين قوسين، ليس ما كاينش في الشريعة الإسلامية، وإن كان يعني تروج هذه في أفلام بين بعض الأفلام ديال واحد الدول العربية معينة، فكان هذه الأمور يستساغ يعني بالعكس أنني بين قوسين يحكى لي أنه فعلا هذا وقع في دول معينة إلى غير ذلك. فهذه البينونة الكبرى هنا ما يمكن أنه يرجع الزوجة ديالو إلا بعد أنها يعني تتزوج بزواج صحيح بدون نية الطلاق، لأن الزواج بدون نية الطلاق وحرام. وإذا قدر الله سبحانه وتعالى وفاة الشخص أو فسخ الطلاق أو يعني طلق السيدة، هنا ممكن أنه يتزوجها من جديد. هذه عبرة بأنه يعني كما يعني جاء في واحد رواية معينة، ضيعت الصيفة اللبنة يا صيفة، واحد الحكاية بالضبط كتبط بأنه طلق زوجة ديالو وندم عليها بواحد الشكل كبير، ومن جات يرجعها قالت لي صافي ضيعتي داك الشيء اللي كنتي عشتيه معايا واحد لحظة معينة، ما نقدرش نرجع عندك لأن صافي طلقتيني هرستيني بين قوسين ما نقدرش نرجع. فهنا على هذا نوع من التربية يعني الربانية بين قوسين الأزواج اللي كيتسرعوا في الطلاق. كذلك أنه الوصف ديال الطلاق يمكن أن يوصف، ولكن هذا ما كاينش في المدونة اللي بعتبر كاين خلافات كثيرة حول المسألة هذه. الطلاق إما يسمى طلاق بدعي أو طلاق سني. طلاق البدعي هو ما يوقعه الزوج أثناء حيض ونفاس المرأة، وكذلك في حالة غضب، وكذلك بثلاث، يقول أنت طالق بثلاث، هذا طلاق يسمى رجعي. اختلف فقهاء واش أنه يوقع الطلاق أو يغير، ما ندخلوش فيها لأن المدونة حسفات فيها وما جبداتهاش، ولكن توصيف كي ربما يسمعوا شي واحد. وكاين الطلاق يعني السني اللي كيمكن وفق الشريعة الإسلامية بدون أن تكون في ظروف عادية، ما يكونش يكون طلقة واحدة وما يكونش في حيض أو نفاس أو مساس. فهذا هو الأنواع. لكن كاين أسباب اللي غنتكلموا عليها للسكينة، هي أسباب الطلاق. كان أول طلاق الشق تطليق، هو فعلا يعني تسمى تطليق الشقاق، أسكينة أسباب. كان الشقاق وكان الضرر،
في حالة أنه مثلا وقوع شقاق بين الزوجين، لكن حالة كثيرة بأنه القاضي يحيل أو يعني يقوم بإرسال الملف أو تحويل الملف إلى المحكمة للنظر في الشقاق في حالات كثيرة، بحال مثلا كنا على التعدد، في حالة أنه الزوجة رفضت، في حالة مثلا أنه يعني وقع التمليك والزوج رفض وقع شقاق إلى غير ذلك، مجموعة من الأسباب اللي ممكن اللي تكلم عليها سابقا. فهنا كاين أسباب كثيرة، قلت أولا تطليق الشقاق، الفرق بين الطلاق والتطليق، الطلاق وما يوقعه الزوج وما توقعه كذلك الزوجة إذا كانت تملك لك، قلناها البارح. لكن التطليق وما تقوم به المحكمة هي التي تصدر هذا الحكم بناء على طلب أحد الفرضين، إما الزوج إما الزوجة، هناك يكون تطليق من طرف المحكمة، حتى أنه لا يتم الإشهاد عليه من طرف العدلين، وإنما فقط هذا الحكم هو فاصل بين الزوجين أو منهي العلاقة بين الزوجين. إذا كان تطليق الشقاق، كان تطليق الضرر، كان تطليق الغيبة، في حالة مثلا أنه السيد غاب أكثر من سنة، فهنا لا يحق للزوجة أن تقدم بدعوى ديال التطليق للغيبة باعتبار أنه غاب عن زوجه عنها زوجها، وبالتالي أنه ما كاينش موعد ديالها، فهنا حقها أنها تطلب طلاق، أو أنه تم اعتقال دياله بعد يعني بعقوبة تقدر تكون 3 سنوات أو أكثر، وهنا بعد مرور سنة ممكن أنها تقدم بدعوى للطلاق، أو في جميع الحالات بعد سنتين عند الحق تقدم بطلاق باعتبار أن الزوج يريد تحبس، ومحق هذا قانونا عطاء الشرع. كذلك يعني الطلاق بالنسبة للعيب، إذا كان مثلا عيب في زوجة معينة أنه أو كذلك هو كذلك، إما لمرض معين أو يعني أمراض تحيل أو تمنع من المعاشرة الجنسية إلى غير ذلك، مجموعة من العيوب اللي ممكن أنها يتم إثباتها عن طريق طبيب حال طبيب مختص باش يثبت هذه المسألة هذه. كذلك أنه طلاق الإيلاء والهجر، ما معنى الإيلاء؟ إيلاء هو أنه يحلف للزوج ما بقاش نقدر بالكلا، لا هنا إلا حلف وصمر، يعني مش يقول الزوج مثلا حرمتك عليا بحال أمي ولا بحال أختي ولا أنت فوق كظهري أمي، يعني أشياء اللي كانت في الجاهلية، ولكن للأسف مازال تستمر، تقول لك للأسف تستمر، يعني راه مازال لحد الآن إنسان كيتفوه بشي أمور اللي ما كيكونش مسؤول عليها، فهنا يعطي كذلك يعطي يعني الزوج يعني الرجوع عن هذا الحلف، إذا ما كانش فإنه يتم تطليق الزوجة ديالها، أو للهجر منه يهجروها في الفراش، وبالتالي أنه كذلك يومها الأربع أشهر، فإلى ما موفاش وما تم يتراجع عن, 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 عن هجره لزوجته فيتم تطليقها لهذا الضرر. فهذه الأمور هي الأسباب اللي يعني حددها أو حددها مدونة ديال الأسرة على أساس أن الزوجة ممكن أو عدم الإنفاق، كذلك في حالة أنه امتنع عن الإنفاق إلا في حالة الإعصار يومها كذلك مدة شهر، إذا استمر وامتنع على الإنفاق يتم كذلك تطليق الزوجة من عصمة زوجها. إذا يعني أستاذ سعيد بزاف ديال الناس كيقول لك أودي هذا طلاق قبل البناء، هذا طلاق يعني فسخ العقد، هذه لا راه طلقها رجلها بطريقة القديمة بدون إخبارها، أنا كنظن هذه شائعة، ربما مابقاتش المسألة ديال أن الزوجة ما كتخبرش بالمسطرة ديال الطلاق، مثل هذه الامور واش كتدخل دابا في طلاق شقاق يعني قبل البناء مثلا؟ راه كاين لا هو كاين طلاق الاتفاق، يعني الاتفاق طلاق اتفاق بين الزوجين كيكون بائن كذلك، باعتبار ان الزوجه انها تتفق مع الزوجيه على اساس انه ينهيوا العلاقه الزوجيه بشروطهم مع بعض وكيتفقوا، والقضاء يعني يعني يقوم بالاشهاد على هذا الطلاق هذا، او طلاق الخلع، يعني طلاق عن طريق الخلع معنى ان الزوجه تخالع زوجها مقابل واحد المبلغ معين او ترجع له مبلغ معين، وان كان هذا الخلع اصبح الان متجاوز باعتبار انه ما بقاش كيشوليه باعتبار جا الشقاق انها تاخذ حقها وكذلك انها تطلق من الزوجيه. فقبل كان هذه المساله هذه وكانت يعني مجموعه من من من, من القضايا اللي تعرضت. المسائل ديال الشائعات للاسف انه الاحترام يعني المجموعات من جمعيات النسويه بين قوسين انها بعض الاحيان كتكون قراءه خاصه للمدونه ديال او الفصول ديال المدونه، وكيتم يعني اصدار احكام معينه تكون في الاحيان تاويلات شخصيه، وبالتالي التاويلات يعني كتولي بحال واحد نوع من الشائعات وكتولي يعني مستقات من طرف الجميع، وكيتم تحريف هاد يعني الاحكام اللي صدرت المدونه بطبيعه الحال. فهنا يعني بالنسبه يعني لهاد الشائعات يعني بين قوسين انه تلقى قبل ما يقولها لها ولا هذه ما كيناش، باعتبار انه الا زوريه غنتكلموا كما قلتي السكينه في اخر في المسطره ان شاء الله على سميتو العقوبات في حاله يعني الاخلال او غير ذلك، فهنا الى 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 سميتو تم الطلاق ما يمكنش المحكمه تعترف به حتى قانونا، باعتبار انه حتى مثلا بغى يعاود يطلق مثلا بغى يعاود يتزوج تيقول لي جيب لي نار باك انك مطلق، فيطلق الزوجه ديالو شفاهيا لا
تعد بالنسبة للقانون، قد تعد شرعا ولكن لا تعد قانونا، فخصو ضروري من حكم أو من وثيقة الطلاق اللي كيشهد عليه لدار هو الطلاق، بحال طلب إشهاد على الطلاق دياله والإذن بالإشهاد على الطلاق دياله لدى عدلين منتصبين الإشهاد، هنا ضروري من هذيك الوثيقة اللي تثبت الطلاق دياله. فإلا ما كانش وثيقة ما كاين حتى شي حاجة. نعم. بحال غتقول لي راه كاين الناس مزوجين بالفاتحة، هي طبيعي الحال كاين الناس مزوجين بالفاتحة، كاين الناس ما مزوج يعني طلقوا داروا تعود زوجية خطوا الحلول، الأمور كاين هاد الأمور التجاوزات، ولكن حنا كنتكلموا على الأحكام اللي كاينة في مدونة. ففي حالة أنه وقوع مثلا تجاوز بطبيعة الحال تيكون الزجر. إذا غتكون فرصة بطبيعة الحال غدا أستاذ سعيد نزيدوا نواصلوا في الحديث في الأمر، غنتكلموا على المساطر المتبعة. نعم. بإذن الله. نعم. لكن لحظة غنتوقفوا مع فاصل إعلاني ورجعوا نجاوبوا على كل أسئلتكم أوفيانا الكرام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم الحل بين يديك، وبغيت الحل مع الاستاذ سعيد الناوي استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول محامي بهيئه الدار البيضاء مقبول لدى محكمه النقد. مازال مواصلين معكم اوفيانا الكرام وغادي نمشيو دائما نجاوبوا عليكم على 0522 46 72 50 51 52. ايضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس بكتابتكم حل، خليو فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم ل 5080 ثمن الرساله السادية للدراما احتساب الرسوم. ايضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحة البرنامج واللي هي الحل بين يديك. ناخذ معنا اول رسالة كتقول سلام، كيفاش تضمن المطلقة الحاضنة المكوث ببيت الزوجية قبل النطق بحكم طلاق لان الزوج يهددها بالطرد حتى تضمن يعني حقوقها قانونيا وشكرا. واثناء يعني النظر في الدعوة ديالها هنا خصها تقولها للقاضي تخبره قولي انا دابا الان في بيت الزوجية والان يعني اما انني ساستقر، يتعهد الزوج بانه غادي يخليها في البيت الزوجية مع أولادها إلى أن يصيروا كبارا من طبيعة الحال تسقط الحضانة عليهم أو إلى يسقط الفرض شرعا، وإما أنه سيهيئ لها بيت آخر يعني بنفس المواصفات أو تقريبا نفس المواصفات اللي كانت في بيت الزوجية اللي كانت فيه، ماشي أنا كان ساكنة في فيلا وديها بيت مع الجيران يعني لا يستقيم، ولكن كتكون واحد على الأقل واحد مواصفات اللي ممكن أنها في المعيشة اللي كانت تعيش قبل في واحد المستوى معين، على الأقل ما يكونش هو نفسه بطبيعة الحال لأنه من المستحيل، ولكن على الأقل تكون واحد مواصفات قريبة المواصفات اللي كانت قبل، أو أنه تكري بيت آخر في بيت الزوجية وهو يتعهد طبيعة الحال مع تحديد الواجبة الكرائية ويقوم ب يعني أداء هذه الواجبة الكرائية، فخصها ضروري تخبر القاضي باش يعني يحدد الوضع ديال بيت الزوجية واش غتبقى فيه واش غتخرج منه واش غيكري لها. نعم. رسالة أخرى كتقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنشكركم على البرنامج الرائع، وبعد عندي سؤالين للدكتور سعيد النووي هما كالآتي، والشهادة مقدم الدوار عون السلطة ملي كتكون شهادة عدلية واش هي مقبولة لدى المحكمة يعني واش حجة جيدة؟ والسؤال الثاني ما هو دور مؤسسة الوسيط وما هي أنواع الشكايات اللي كتبت فيها ولكم جزيل الشكر. هو يعني باش نجاوب على السؤال الأخير قبل ما نجاوب على السؤال الآخر، هو أنه يعني الوسيط يعني يتدخل بعد صدور الأحكام النهائية، من أنه ما يمكنش يتدخل الوسيط في حالة وجود مسطرة لا زالت رائجة في أمام المحاكم، مثلا تكون مثلا دعوة في المحكمة الابتدائية وصدر فيها حكم قد لا يرضي طرف معين وبالتالي مشي تقدم شكاية، هنا ما عندوش الحق يتدخل الوسيط حسب علمي، وإنما كينتظر حتى يشوف محكمة الاستئناف شنو دارت، أو أنه كان حكم نهائي ما قامش بنقد مثلا وداز أجل النقد، هنا ممكن وسيط دخل في حالة وقوع مثلا ظلم معين، يعني قبل كان سميته ديوان المظالم وكان من يعني يصهر عنه هو والد مظالم، فكان بحال نوع من أنه في حالة وقوع ظلم كتدخل يعني لهذا يعني المؤسسة كتدخل باش أنها على الأقل ترد النصاب أو الأمر إلى نصابه في حالة مثلا وقوع حد نوع من التجاوز، فهذه الأمور اللي كتدخل فيها يعني مؤسسة الوسيط. بالنسبة للسؤال الأول من طبيعة الحال أن المحكمة قد تقبل وقد لا تقبل، معنى أن تبقى السلطة التقديرية ديال القاضي في حالة أنه كانت حجة عرضت أمامه حجة لقائمة ولها مواصفات معينة وثيقة أو غيرها فهنا كيأخذ بها، لكن في حالة عدم اطمئنان حجة معينة فإنه كيطلب حجج أخرى أو أنه يقوم بحث عنده مجموعة من وسائل التحقيق باش أنه يوصل يعني الهدف دياله أو يوصل الحقيقة اللي كيقلب عليها. نعم. السؤال الأخر اللي تلقينا في الساعة الأولى من سيدة كتقول بلي الأخ ديالها ربما أنا غنحاول نقول صورة لأنه بصراحة أنا ما فهمتش بون بغيت نقصد يعني ما لميتش بالجواب لأنه جاني قانونيا ما عنديش أنا دراية باش نقدر أنني نفهم المغزى، ولكن كتقول بلي الزوج خوها ومراته حكمت المحكمة على الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية وعلى الزوج بالنفقة، السيدة رفضت أنها ترجع لبيت الزوجية والسيد ما عطاهاش النفقة، كتقول دابا غيمشيو
كنظن لانه حسب ما فهمت لانه كان الساعه الاولى وكان خصنا نواصلوا في السياق المكالمات في الموضوع. اذا قالت بانه هو دابا غيديو القسم على واحد شهرين مختلفين عليها. هي كتقول انا خرجت هاد الشهرين واش يقولوا لهم لا خرجاش غير شهر. كتقول ما بقيتش عارف شنو هي زعما يعني كيفاش غتمشي المساله ديال الاخ ديالها واش هادشي اللي دار صح ولا كيخصو يعني هو المسطره بحال هاد الشكل. السكينه قبل كتقدم الزوجه بدعوه ديال النفقه واوتوماتيكيا بين قوسين انه الزوج بين قوسين انه كيتقدم دعوه ديال رجوع بيت الزوجيه. المحكمه كتحكم لهم بجوج، كتحكم يعني الزوجه بالنفقه ديالها منذ يعني خروجها من البيت، لان كاين واحد القاعده قانونيه كتقول يعني القول قوله بيمينه مع الحوز معناها في الدار هو اللي كيخصو يؤدي اليمين باعتبار القرينه القانونيه القويه انه راه كاين فقله مادام معها في الدار. والقول قولها بيمينها مع غير الحواز من الا خرجت من الدار. فالمحكمه غالبا انك تستقصي كتقول لها انت خرجتي من الدار، فالتاريخ اللي كيكون عندها اكيد انها خرجت من الدار ما كينفقش عليها الا اذا اثبت انه كيصيفط لها مثلا حوالات بنكيه او تحويلات او مناوله وعنده اشهاد كتابي او غير ذلك من باي حجه ممكن تسبب انه كيعطيها النفقه. فهنا كتبقى ضروري انه الاثبات كيكون على الزوج. بالنسبه يعني لهاد الشهرين بين قوسين بعد مره ملي كيكون اختلاف وما كيكونش اثبات من طبيعه المحكمه كت في واحد القسط معين ما كيكونش بالنسبه لها واضح كتقول بانه خصو يدي اليمين بانه كان ينفق على زوجته. فان انفق فان حلف فتسقط النفقه، فانك يعني ما حلفش كتثبت لها النفقه. فهذه القاعده كيفاش كتتم طبيعه الحال كيكون هي الاولى كيدي اليمين عاش من بعد كيتم تنفيذ الشق الاخر من المبالغ يعني المستحقه. بالنسبه للرجوع بيد الزوجيه بطبيعه الحال الا رفضت من حقها ما ترجعش، لانه كما قلنا سابقا ما حتى شي قوه قاهره تجي تبزز منها تجيبها للدار ما كاينش. ولكن هو الحق ديالو انه يتقدم بدعوى اخرى من اجل اسقاط النفقه باعتبارها ناشز انها خرجت من بيت الزوجيه بدون رضاها بين قوسين وطالبها الرجوع بيد الزوجيه ورفضت. فهنا ما كتبقاش في الذمه ديالو يدير هذه الدعوه ديال اسقاط يعني النفقه وتصبح ناشز وما كيبقاش تحسب عليه النفقه. في حاله انه ما دارش هذه الدعوه ديال اسقاط النفقة عليها فكتبقى يعني كتحسب عليه النفقة بانها في الديمة ديالها. ونمشيو ناخذوا معنا مكالمة اللحظة معنا معنا السي منصور من قسيف. مرحبا بك سيدي. بارك الله فيك وعلى بخير. الحمد لله بارك الله فيك. هذاك قسيف هذا شي 15 يوم خاطين هذا الاتصال ديال ميراديو ما كنتنطروش كاع. واخا سيدي غادي نرجعك دابا للستوندار وبطبيعه الحال مثل هذه الامور يعني يمكن لكم انكم تكلموا مع الستوندار وهي سميحه بطبيعه الحال غتوصل المعلومه للقسم التقني. مرحبا استاذه. نعم سيدي. عندي قلم على الاستاذ هذاك عندي كنت كاري واحد دار. نعم تفضل. ودابا خرج وعطاني واحد التزام. نعم الله اكبر الحق. ايوا ودابا من خرج قال لي مشات نعطيك فلوسك. دابا هو معطيني لا فلوس ودابا درت بيه هذاك الدعوه هذاك المقطع هذاك سي منصور. نعم واش انت عطيتيه شي فلوس من اللي دخلتي للدار ولا شنو؟ لا كان كاري عليا سيدي كان كاري عليا كاريها ليك وخرجتي انت من الدار ياه؟ لا ماشي خرجت انا من الدار هو خرج من الداري. انت اللي كاري ليه انت اللي كاري ليه ياك؟ انا اللي كاري له سيدي. وخرج هو من الدار يا زيد كمل. وعطاني واحد التزام قال لي التزام ديال شنو في هذا الالتزام؟ التزام اللي كيوعد براسو باللي انا كنسلم الفلوس. كتسالو فلوس وهياش ومن بعد ما بغاش يخلصك ما بغاش يخلصك ايوا غدير دعوه للمحكمه دعوه ديال الاداء غترفقها بهذاك الالتزام باش طالب بالحكم. لا فاتها ولكن ما كاينش دابا شي شهرين من فاتها المحكمه ما تبلغ هو تبلغ لا دابا هو كيهرب ما كاينش الادريسه. ايوا شوف الادريسه ديالو ربما قرسيف راه كيبان ليا صغير ياك صغير ما كبيرش. لا ماشي قرسيف دابا سيدي ما بقاش قرسيف دابا هو مشى ايوا هنا وخلينا دابا حاصلين هنا مشكله. ممكن انك راه كاين واحد الحل هو انك بعد على الاقل انك دير الدعوه ديالك غدير العنوان اللي عندك انت اللي عندك اخر عنوان ومن بعد المحكمه راه كدير واحد كيتسمى واحد القيم معنى انه تيقلبوا عليه عن طريق يعني عن طريق الضابطه القضائيه. في حاله انه مثلا يعني ما بقاش يعني ما لقاوش العنوان ديالو او لقاو العنوان كيبلغوا ديك الساعه كيجي للمسطره. نعم وحنا مازال مواصلين طبيعة الحال استاذ سعيد غنتوقفوا مع هذا الاختيار الغنائي وراجعين طبيعة الحال معكم اوفياء الكرام نواصلوا لقائنا ونجاوبوا على كل اسئله الاوفياء الكرام.
رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، تحيه طيبه لكم اينما كنتم. مازال مواصلين دائما في الاجابه على اسئلتكم برفقه الاستاذ سعيد النووي، استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول، محامي بهيئه الدار البيضاء، مقبول لدى محكمه النقد. ومشيو ناخذوا معنا مكالمه معنا لاله مري من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله. وي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيدايري لاباس عليكم؟ بارك الله فيك لاله. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. لاله يخطيك، شكرا. من الكثير والكثير والكثير. مرحبا يا لاله، فضلكم تفضلي. يا ريت كان في واحد الوقت كنا غادا نصحوا الاخطاء ديالنا. مرحبا لاله، دابا ما فاتش الحال. كيدير سي النووي لاباس عليك؟ الله يبارك فيك لاله. عليك صحة لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. عندي لك واحد السؤال سي النووي. دابا انا امرأة مطلقة، يعني دونك الزوج ديالي غاب واحد المدة كثيرة، يعني نقول لك واحد عامين. نعم. عاد باش انا خديت القرار باش نرفع عليه دعوة الطلاق، وإيفيكتيفمون خديت الطلاق ديالي. دونك واش كانت غيبة طبيعية ولا اضطرارية ولا يعني اختيارية بين قوسين؟ اش غنقول لك، كانت غيبة مفاجئة بالنسبة لي انا، ما عرفتهاش. المهم كانوا مشاكل عائلية كثيرة، حتى هز حوايج وخرج فحالو. باش يسد الدار وزاد فحالو. اسد الدار كاع؟ وي. دونك انت مشيتي لداركم اعتقد؟ لا انا كنت ديجا في دارنا، يعني كنت حامله وكان عندي بنيه ديك الساعه في لابيرود ديال كنت نفيسه. وما كانش خدام شي شركه معروفه ولا شي حاجه؟ لا هو عنده بروجي ديالو بيرسونيل. وذاك بروجي شكون اللي بقى كيسيروا ليه؟ لا حتى شي واحد، هو اللي مكلف بكل شيء. كان مكري لا سوسيتي ديالو. نعم. مكلف فهمتي بالاشغال ديالو، يعني بوحدو هذاك الشيء. ومن بعد عامين شنو وقع؟ انا رفعت عليه الدعوه ديال النفقه. نعم. خديت تحكم الحكم. نعم. بعد درت يعني تسنيت واحد، يعني كان عندي امل ان يعني غادي يبان هذا السيد. نعم. ولكن لمريم هذا السيد خلى البروجي ديالو، خلى كل شيء غير حيت البروجي ديالو يقدر يتبعو من اي بلاصه بغا، بلا غير بلورديناتور ولا شي حاجه. سي يعني حيت هو كيخدم هذاك الشيء بيدي، يعني شنو نقول لك، يعني بلا ما الحرفه ديالو. فهمت فهمت. بلا ما نذكر الحرفه، حيت بطبيعه الحال متفق معاك يعني يقدر يتبع البروجي ديالو من اي مكان، من اي بلاصه كان. مرحبا كملي. داكوغ. دونك هاد ملي غاب المده هذه طويله، يعني رفعت النفقه، قلت زعما كاين على امل انها يبان، نقدر يعني فهمتي بوغ ارونجي ولا تقدر تتفاهم مع هاد السيد. مدة طوالت رفعت عليه دعوة ديال الشقاق، خديت الطلاق ديالي. مي دابا المشكل عندي في التنفيذ. ولكن علاش ما درتش دعوة ديال الغيبة؟ حنا كنتكلموا عليه. ما كنتش أنا عارفاه. للأسف. أنا ما كنتش عارفاه، حيت ملي كنسول كنقول لهم فوالا أنا خصني ندير الغيبة، كيقولوا لي لا راه خصك واحد المدة ديال عامين، واحد العود المدة ديال هو فعلا هو فعلا كتكون هذه المدة شوية طويلة، لأن إجراءات فيها شوية صعبة، ولكن على الأقل غيكون ربما يتم الإخبار ديالو عن طريق الإذاعة، وربما يسمعها ويجي عندك مثلا ولا شي حاجة. فكانت المهم قدر الله تعالى وما شاء فعل. وخذتي الحكم ديال الطلاق، التطليق للشقاق. هي دونك خديت الطلاق ديالي، يعني ديما انا كنلقى مشكل في التنفيذ. ايوا حيت هو ما كاينش دابا، ما كاينش التنفيذ. ونقطه اخرى، يعني دابا انا عندي بنيه معاه. كيف انا الا بغيت نخرج برا ولا شي حاجه كيقول لك لوتوريزاسيون بارونتال. الوغ هاد السيد هذا ما عمره شاف بنته. ضروري يعني. ما شايفهاش، ما عارفهاش، ما واش سمحي لي، كنت شي صله تواصل لا بيني وبين عائلته ولا بيني وبين هذا الشيء اللي بغيت نقول لك انا. واش ما يعني ما كايناش الصله ديال الوالد مع عمرك، يعني مشيتي عند عائلته سولتي عليه؟ العائله ديالو كنت غندير واحد المحاوله، حيت هم يعني بلوز او موان داك الشيء متشبك، يعني كانوا طرف من المشكل. الوغ يعني كانت منقطعه الصله نهائيا، ما كان حتى شي صله بيناتنا. الوغ فاش انا خديت كنت يعني عازمه باش نديها يشوفوا بنتهم ميتو، هذا قال لك ما باغينش يشوفوها. لا محمد رسول، ما باغيين لا يشوفوها هي لا يشوفوني انا. ايتو واخا انا يعني هذيك الرابط الوحيد اللي بقى بيناتنا هو هذيك البنيه، دونك اشنو ذنبها؟ مي ما بغاوش. نعم. دابا بحال انا السبب في انها ولدهم اختفى، فهمتيني؟ واخا بلاتي اسمحي لي، هذيك الدار اللي سد واش في الملك ديالو ولا كنتو كاريها؟ لا كاريها، سدها المول الدار ومشى هز الرحيل. من طبيعة الحال مول الدار استرجع الدار ديالو. اوكين ايدي، ما بقيتش، ما عرفتيش شنو وقع، ما بقيتش شبهت. حيت من بعد قال لي مول الدار تحليها لي، وانا ما كنتش فيها ديجا، وهز الرحيل. قلت له انا ولكن لمري محويجاتك وامورك الشخصية، يعني كل شيء داه، حتى حاجة ما بقات. وانا محويجاتك وامورك الشخصية، كل شيء مشى، يعني حيت هو دار بحجة أن فوالا غادي نتحولوا من هذاك المكان لمكان آخر. صافي. من بعد واحد فاش أنا كنت حضرت آخر كومينيكاسيون كانت بيناتنا، يعني مهم كان نقاشات.
صافي غاب علي غاب واحد مده طويله. انا يا فاش عيطت له كنعيط له كما كنلقى التليفون ما كاينش، مشيت باش نسول قال لي مده اور فالا راه واش مبروك عليك راك تحولت. قلت له شمن تحولت ولا؟ قال لي راه هز الرحيل. قلت له رانا راه ما شفت شي حاجه. نعم صافي يعني بقات هذيك مساله من الدار بوحدها، هذاك مشكل بوحدو. واخا اسمحي لي مريم، انت الاجراءات اش من عنوان درتي ديال دارهم؟ ديال دارهم ايوا. كملي الاجراءات تما، ربما انه اذا حصلتي على محضر ديال الامتناع من عند المفوض القضائي غتممكن ديري دعوه ديال الاهمال الاسره او شكايه بليتو شكايه ديال اهمال الاسره السيد وكيل الملك، وربما انه في البحث عليه عن طريق الناظمه الاليه بين قوسين يقدروا يطيحوا عليه في شي مكان ربما. دابا دابا نيت بقات عندي انا ديك الحيره هاد السيد يعني فهمتيني، هذا هو اللي كاين. ممكن هاد العمليه تقدر تساعدك لانه الله اعلم به واش فعلا السيد ربما يكون لا قدر الله توفى او لا قدر الله عنده شي مصاب معين او لا عنده شي مشكل معين او لا فقد الذاكره او يعني الله اعلم. نعم وديري انت هاد المساله هذه يعني حاولي ما عرفتش واش كاين شي صديق ديالو اللي تقدري. ابدا ابدا ما كاينه حتى شي صله، ولكن اللي يقدر يفيد دونك لهاد الروابط كلها ما كايناش ما عندك الا هاد الوسيله على اساس ان السيد وكيل الملك ربما انه تحكي ليه يعني لهاد الظروف هذه، ربما انه يبحثوا يشوفوا اخر عنوان ديالو على الاقل فين كاين شنو مدينه، لان عندهم هاد لاكسي لهاد الامور هذه. وليك الساعه يخبروك يقول لك فوالا راه كاين السيد ديالك، او انه يقدموه، لان دارت شكايه ديال ايمان الاسره راه ربما يقدر حتى لما يخرج خارج الوطن يقدر يتم الاعتقال ديالو، يعني كتكون ورقه بحث عليه على الصعيد الوطني ويقدر انه يعتقله في اي موطن. بطبيعه الحال دخل راه ربما انك تنازلي ولا ربما انك على الاقل تعرفي الاسباب ديالو ولا شي حاجه، ممكن يبقى لك الامكانيه راه ماشي انه غادي صافي يعتقلوه ولا هذا، ربما انك كاين كتبقى المسطره انت اللي ممكن تحركيها الا بغيت تنازلي، راه ممكن ان المحكمه يعني في استماع ليه الظروف ديالو الشخصيه انها تعفيه من المتابعه ومن الاعتقال. نعم وسنوي على قضيه اللي قلت لك لوتوريزاسيون بارونتال، علاش انا فيما كنبغي ندير؟ لا نقول لك لاله مريم، هو الا تبتي يعني الظرف الاستثنائي بطبيعه الحال انك بغيتي تخرجي البنيه ديالك وهذه بصفه عامه، خصك تقدمي بدعوى استعجاليه لرئيس المحكمه باش يعطيك الاذن. الى رئيس المحكمه بان ليه بان هناك اسباب وجيهه من اجل منح هذا الاذن من اجل الانتقال بالبنت خارج الوطن راه يعطيك هذا الاذن. الى بان ليه ما كاينش سبب معقول باش تخرج، ما تبغي تخرجي غير الدوريه بين قوسين، اعتقد ان السيد رئيس المحكمه ما يعطيهاش لك. ولكن الا كان ضروره العلاج او ما عرفش شنو الاسباب اللي ممكن انها يتم الاختلاق ديالها او انها تكون واقعيه او غير ذلك، هنا ممكن السيد رئيس المحكمه يعطيك الاذن وديك الساعه ممكن تاخذي التاشيره ديالك وتخرجي مع الام ديالك. وناخذوا معنا السي عبد العزيز من مراكش. مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الا كان ممكن السي عبد العزيز نقص الراديو الله يخليك وبقى معنا في التليفون. مرحبا سيدي باش ما يكونش صدى الصوت. تفضل السي عبد العزيز. مرحبا استاذ الله يخليك. مرحبا تفضل حنا كنسمعوك. اختي عندي واحد جوج البقع. نعم. ارضيه كنت شريتها في السنين هذه. نعم. محفظه ولا ما محفظاش؟ لا ما محفظاش، ملكية. نعم تفضل. وعند العدول. مزيان هي. كانت عند العدول وتسجلت في المحكمة. عاد مشيت بغيت نحفظها لقيتها طايحة في التيتر. ما فهمتش هذه طايحة في التيتر شنو هي زعما؟ أه؟ شنو هي طايحة في التيتر؟ ما فهمتهاش، شنو هي طايحة في التيتر؟ هذيك الملكية اللي شريت. إيه متيتر. لقيتها للمحافظة باش نحفظها. لقيتيها محفظة. لقيتها محفظة. شكون اللي محفظها؟ محفظينها شي ناس في جنبي. وطلعتي على 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 هذاك الملف ديال التحفيظ، طلعتي ليه كيفاش هما وصلوا لهذيك القطعه الارضيه؟ تيقولوا لا ماشي تيقولوا لا، خاصك تمشي تطلب يعني ولا كان ممكن تشوف شي واحد اللي يقدر يساعدك الا كانت عندك المام باش تشوف شنا كيفاش وصلت لهم هذيك القطعه الارضيه. الا باع لهم نفس البائع راه نصب عليك، عندك الحق تمشي دير شكايه للسيد وكيل الملك على سبيل نصب عليك وطلب التعويض وترجع المبلغ اللي عطيتيه في الارض. الا كان هما يعني يعني ما استوحوا يعني تم استحواذ عليك الارض بدون حق، هنا ممكن تطالب باسترجاع ديال هذيك القطعه الارضيه باعتبار انها راه ديالك.
نعم. ناخذ معنا سؤال استاذ علي كيقول بخصوص تحرير عقود الكراء، هل يمكن تحريرها بشكل شخصي او عند كاتب عمومي والمصادقه عليها لدى السلطات المحليه، ام يجب ان يتم تحريرها لدى محامي او موثق او عدول حتى تكون ملزمه للطرفين؟ وشكرا لكم. لا، واخا تكتبها بيديك، كتبها بيديك انت وكتب فيها الشروط ووقعوها وقليزها، ما كاين حتى شي مشكل. ماشي بالضروره تكون انها عن طريق محامي او موثق او عدل او غير ذلك. يعني بصفه علينا ما يمكنش تكلف الناس ما لا واحد غادي يكري مثلا ارض دار معينه ب 1000 درهم او غير ذلك، ماشي يطلب منه حتى 3000 درهم يصوب لي عقد او غير ذلك. انا يعني القانون كنقول القانون عندهم الحق انه يكتب العقد عند اي واحد، وحتى لا كان امكان تكتب خط جميل مثلا، تكتب بالخط ديال اليد، واخا كنشجع على المساله هذه بخط جميل ويتم التوقيع. دابا بدا كيمشي لنا شويه الخط، كلشي كيكتب بالكلافيي ويتم التوقيع. كيمشي لنا شويه جميل الخط، كاين دي موديل، ولكن غير هنا فين يعني اللي غندخل انا كنقول لي انا عنده الحق يكتب اي طريقه، ولكن الا كتبوا لي انسان مهني غادي يحفظ لي الحقوق ديالو، لان غادي يكون مطلع على القانون، ربما ان يوقعوا مشاكل معينه اللي ربما يتوخاها ما توقعش، لانه المحامي او الموثق او غير ذلك غادي يكون عنده، او العدل يكون عنده مثلا واحد يعني معلومات معينه بالتالي تعفيه من المشاكل اللي قدرت توقع. وحنا مازال بطبيعه الحال غنوصلوا معاك. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين دائما الى حدود الساعه الرابعه. كنرحبوا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا اللي كيتابعونا. بطبيعه الحال الارقام الهاتفيه مفتوحه لكم من اجل التواصل، 05 22 46 72 50 51 52. ايضا ممكن لكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس كتابه حل خليو فراغ وصفتوا الرساله ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. ايضا ممكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج واللي هي الحل بين الدين بطبيعه الحال باسئلتكم. وغادي ناخذوا معنا لحظه مكالمه معنا لالا يزا. لالا يزا من الدار البيضاء، مرحبا بك لالا. ربي يخليك بنيتي. الله يطول عمرك، اسم جميل جدا لالا يزا. بنتي شوفي. نعم لالا. عديني واحد، عندنا واحد المحل انا وربايبي. اييه. نعم. في المساحه فيها 88. وكاين لاكاب والمكازا وربعه د البرطمات. نعم. وملي بغاو دابا يفرقوا قال لك ما جاتنيش انا البارطما. ايوا حسب يطلبوني قال لك ترديني مازال، وهما حنا غير جوج دراري وانايا. خصك تمشي عند العدول لالا يزا، انا ما نقدرش نقول لك بالضبط شحال غادي يجي، هو العدول غادي يعرف بالضبط شحال غادي يجيك. غتمشي عند العدول، شي عدول اللي قريب ليك، وغتقولي لي هاد الوضع هذا، قولي ها اللي كاين ها اللي كاين هيك، وغادي يعطيك بالضبط شحال انت الحق اللي عندك. ما كانش خلي راه كيتم يعني الا ما اتفقتوش بيناتكم، راه كاين يعني الخبير اللي غادي يحدد الحق ديالك بالضبط. الا كنتي غترجعي عليهم راه غادي يحدد لك المبلغ اللي غتعطيه لهم، الا ما كنتيش غترجعي عليهم انا ما غادي يعطيك، ما غاديش يحدد لك المبلغ اللي. فهاد المساله عمليه اما انه العدول اللي يقول لك شحال او الخبير اللي غادي يقول لك شحال خصك تردي. يا حين انا تنشوف انا اربعه د البرطمات وداك الشيء، البرطمات فيهم غير 42. انا ما نقدرش حيت خصني تحسب المساحه كلها وشحال كاين ديال يعني العقارات اللي كاين، فهاد العمليه ما نقدرش نحسبها لك انا في الراديو نقول لك شنو كاين، ولكن اللي نوجهك ليه لالا يزا اللي غادي يعاونك مباشره هو العدول ولا شي خبير اللي في العقار، هو اللي يقدر يساعدك في هذه المساله لالا يزا. ربي يخليك ويخليك خير والله عمرك. مرحبا بلالا. عفوا. مرحبا وانت بخير. لا يكمل عليك اسيدي ما ترشي. امين. مرحبا بلالا يزا وشكرا جزيلا لك على تواصلك معنا. حنا مازال مستمرين معكم اوفيائنا الكرام دائما في استقبالكم طبيعه الحال واستقبال مكالماتكم. كنرحبوا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا من خلال هذه الساعه القانونيه اللي كنجاوبوا فيها على كل الاسئله القانونيه، وكنرحبوا بكل اوفيائنا الكرام. وغادي نمشيو اللحظه وغادي ناخذوا معنا المكالمه التاليه معنا لاله مليكه من الدار البيضاء. مرحبا. مرحبا. اذا للاسف انقطع الخط. حنا مازال مستمرين معكم وفينا الكرام ما سخيناش بكم، ولكن الوقت اشرف على النهايه. غادي نرجع ناخذوا معنا مكالمه قبل ما نودعوا استاذ سعيد. معنا السي مصطفى من العريش. مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا سيدي تفضل. مع استاذ واحد السي نصب عليا. اييه. فاش نصب عليك السي مصطفى؟ نصب عليا قال لي غادي نخدم لك بنتك. اييه. ومن سيدو دخل عاد السيد من العائله وداك الشيء. المهم طلب لي المبلغ ديال 4 مليون. عطيتيهم ليه؟ عطيتهم ليه. كيفاش عطيتهم ليه؟ فلوس ولا شيك؟ فلوس. فلوس. وكان معك شي واحد؟ اي كانوا معايا الناس. مزيان زيد. اها.
كانوا معايا ومني عطيتهم ليه بقيت داك السيد مده عام هادي وانا متابعه ما دار معك والو ما دار معها بلي منها ارض لي منها 10000 درهم زيد اها وكل خطره يدير لي الشهر اليوم غدا اليوم غدا وصيفط لي 5000 درهم صيفط عليا ب بسميتو بلاكارت ديالو ب اها سوا فاكاش الله يخليك ما تذكرش غير المؤسسات سي مصطفى الله يخليك ما تذكرش المؤسسات كمل المهم صيفط عليا في سميتو واليوم غدا اليوم غدا ديما كنمشي عنده كيقول لي واخا 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 عرفتي تبدل التليفون تبدل التليفون المهم وعرفت السكنه ديالو فين كاينه لا ما عرف السيد اللي كان وقف معايا هو اللي عرفها ايوا راه هذيك الحواله اللي صيفط لك راه ضروري غيكون فيها العنوان ديال هذاك السيد اللي صيفط لك منها لان قبل ما تيصيفط كيطلبوا منه البطاقه الوطنيه وفيها العنوان بطبيعه الحال غتكون عندهم نسخه من البطاقه الوطنيه وهذيك غتاخذ العنوان ديالها من هذيك المؤسسه اللي قلتي ومن بعد انك عندك الحق دير شكايه للسيد وكيل الملك من اجل النصب والاحتيال ودير الشهود اللي كانوا معاك باش عطيتي الفلوس باش غيستمعوا لك انت ويستمعوا للشهود ويمشي يقلبوا عليه يستمعوا لي ويقدموا عند السيد وكيل الملك اعتقد في هذه الحالات راه كيحيلوا في حاله اعتقال ويتم المتابعه ديالو والطالب باسترجاع داك المبلغ ديال 45000 درهم وكذلك التعويضات باعتبار انه يعني ضيع لك فرصه ربما تكون هذيك المبالغ تقوم بها بشيء اخر او هذه وان كان يعني المساله غير صحيحه انك تعطي للناس فلوس باش يخدموا لك لان كاينه مسائل قانونيه كدار اما يعني مباريات او انه كيتم يعني التقدم بطلب ديال العمل لشركات معينه او غير ذلك وبالتالي نعم. انه العمليه تعطي الفلوس راه ما كايناش مشكور جزيل الشكر استاذ سعيد النووي على كل المعلومات واكيد انا الموعد يتجدد بك غدا باذن الله غدا غنتكلموا على المسطره المتبعه في الطلاق فمرحبا ومشكور جزيل الشكر على اختك كنشكر وفاء فايز اللي رفقتني في الاخراج سميحه في استقبال مكالماتكم كنشكركم اوفياء الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه دمتم في رعايه الله والى اللقاء.